قصيرة تتخلص، ما زالت أخطر ومحاولة. الترجي دولة يسجلون أول أهداف المباراة، وفرحة معين الشعباني بهذا الهدف الذي يسجل حمد الهوني بتسديدة قوية كانت فيها واضحا تماما. عشاق الأحمر والأصفر والأسود عازمين على تسجيل أول الأهداف. الترجي يعبرون إلى مرمى أولمبيك أسفي. لاحظ اللقطة كانت من عبد الرؤوف بن عيد في الأولى، والتسديدة بعد ذلك من أكوامي وصلت على الجانب الأيمن، والتسديدة بعد ذلك في المرمى من حمد الهوني يسجل أول أهداف المباراة. أسفي مرابط تسديدة المتوية. نعم انهم